يربط الشرق بالغرب ويحدث انتقالة نوعية اقتصادية وتجارية للعراق، ذلك هو طريق التنمية أو ما يعرف بالقناة الجافة التي يعول العراق على إنشائها من أجل أن يكون ممراً لنقل البضائع والطاقة بين آسيا وأوروبا. يمتد الطريق من ميناء الفاو في البصرة ويمر في 10 محافظات عراقية وصولاً إلى الحدود التركية، ويرى مختصون وجود حاجة وإرادة إقليمية لإنجاح المشروع من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة. الخليج الحقيقة، دول الخليج العربي الآن تدعم وبقوة أن يكون العراق موقع تجاري عالمي، وتحاول تحريك بوصلة الاستثمارات من صناديق تنمية الخليج إلى الأراضي العراقية، إنشاء مدن صناعية، مدن تجارية، مدن سياحية. الاقتصاد التركي يحاول أيضا أن يكون نافذة لاقتصاديات الشرق لاتجاه نحو الاتحاد الأوروبي. فالتكامل الاقتصادي مشروع استراتيجي يحتاج إلى بنية تحتية. تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 17 مليار دولار، تخصص لشراء قطارات كهربائية سريعة وإنشاء طريق سككي ذهابا وإيابا، وكذلك إنشاء ممر بري جديد، مما يسهم بخفض مدة الرحلة البحرية من 33 يوما إلى 15 يوما فقط. داخليا يرى اقتصاديون إن الطريق سيعمل على النهوض بالبنى التحتية والاقتصادية للمحافظات التي يمر بها، وسيوفر للمرة الأولى موردا ضخما يقلل الضغط على الاقتصاد العراقي الريعي القائم على الموارد النفطية. هو دال إيجابية على النمو الاقتصادي والازدهار التجاري والزراعي والصناعي في البلاد، لما له شأن من نقل ربط ما بين الخليج مرورا بالعراق وجعله ممرا دوليا خروجا إلى أوروبا، وهذا سوف يبعث ويحفز على النمو على جانبي وضفتي هذا الطريق. هذا الممر سيبدأ من الفاو وينتهي في روما في إيطاليا. يحقق هذا المشروع قناة الجافة بحدود 4 إلى 5 مليار دولار سنويا تضاف إلى الموازنة، وهذه نسبة لا بأس بها أن نديم الموازنة العامة دون الاعتماد على النفط اللي يعتبر الاقتصاد الريعي. وفق وزارة النقل فإن المشروع سينجز في عام 2028، وقد وصلت نسبة الإنجاز الحالية إلى 40% من نقطة انطلاقه بميناء الفاو، بينما أكدت لجنة النقل النيابية إن المشروع لا يكتفي بإقامة الطرق وحسب، بل سيشمل بناء مدن صناعية وترفيهية على طول الطريق، مبينة إنه سيسهم بتوفير الكثير من فرص العمل وإضافة موارد مالية جديدة تصل إلى 4 مليارات دولار سنويا. يعول العراق على تحقيق المشروع لأبعاد عدة، على رأسها الاقتصادية بما يوفره من موارد مالية، وكذلك أبعادا سياسية تتمثل بكونه نقطة تلاق تجمع مصالح دول المنطقة التي عانت كثيرا من التجاذبات فيما بينها. أسعد الزلزلي لبرنامج بالعراقي، بغداد.